اللي ذاكر في سياق أزمة الفنان حسام حبيب والفنانة شيرين بخصوص التسجيلات المسربة، طلع الفنان حسام حبيب وكان مستغرب جدا من تدخل بعض الفنانين ودفاعهم عن أهل شيرين، وقال سمعنا ناس غريبة بتتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشبه فنانين. مفيش فنان بيدي حق لنفسه يتدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلت شكلكم مش ظريف خالص، وكان شايف إن مش من المنطقي إن في ناس تدي لنفسها الحق إنها تعلق أو تتدخل في حاجات هي مش بتاعتها. ورد على البيان اللي أصدرته طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بخصوص أزمة التسجيلات الصوتية المسربة لي، وقال ربنا يقف معاكي ويجيب لك حقك وينصرك على أي حد ظلمك، وأنا كنت دايما بسيبها على ربنا وعارف إنه أكيد هيجيب حقي وأكيد هيجيب حق أي حد مظلوم. وطبعا كتر خيرها، وكان لازم كلنا نسمع منها الكلام ده، لأن من حقها إنها تتكلم وتقول هل هتقف الأزمة عند النقطة دي ولا هنسمع ردود من الطرفين أو حتى أطراف تانية قريب. اكتبوا لنا في الكومنتات انتوا شايفين ايه اللي ممكن يحصل، وهل هيطلع حد من اللي كان يقصدهم الفنان حسام حبيب ويرد عليه ولا لأ؟